بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس السابع من دروس السيرة النبوية العطرة من كتاب مختصر السيرة النبوية لابن هشام المصري رحمه الله تعالى. ومختصر الكتاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. ووقفنا عند بدء الوحي، ومنه نبدأ اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رجعنا إلى سيرته فنقول: بدء الوحي. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. طيب، أولا يا أخواننا، كلمة الوحي بتشمل معاني، منها الوحي بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام، وهذا كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ربنا أوحى إلى أم موسى إنه ترضع ولدها، مع أن أم موسى لم تكن من الأنبياء. وما بعث الله تعالى نبيا امرأة، ما في نبي امرأة، تمام؟ طيب، كذلك قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل ربنا أوحى له، مع أن النحل ما من الأنبياء. طيب، إذن الوحي هنا بمعنى الإلهام. أما الوحي المقصود هنا هو الوحي الخاص بالأنبياء، الوحي الخاص بالأنبياء. وهو الذي يترتب عليه تشريع، ويؤمر النبي ببلاغ الوحي. حتى الأنبياء يا أخواننا مأمورين بالبلاغ. بعض الناس بياخذوا بالتعريف انه المأمور بالبلاغ ده هو منه الرسول، والنبي ما مأمور بالبلاغ، ولكن الصحيح انه النبي والرسول الاثنين مأمورين بشنو؟ بالبلاغ. النبي والرسول مأمورين بشنو؟ بالبلاغ. ولكن الفرق بين النبي والرسول هو ان الرسول يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فيأتي تبعا لرسول قبله. طيب، قال: بدء الوحي، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في المنام قبل ما يوحى إليه شيء من القرآن، وكان هذا تمهيدا لنزول الوحي، لأن الوحي يا أخوانا صعب. فربنا مهد قلب النبي عليه الصلاة والسلام لقبول أو لتحمل الوحي.
عشان كده جاته الرؤيا الصادقه. قالت فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. وشبه هنا الرؤيا بفلق الصبح وهو مبتدأ بداية الصباح، لأن الرؤيا كانت هي مبتدأ الرسالة. الرسالة كانت إشارات الأولى وعلامات الأولى الرؤيا، شكيلة شبهها بفلق الصبح. ثم بعد ذلك، بعد أن يعني جاءت الرسالة، أشرقت الشمس. فهنا في تشبيه للرسالة بالشمس، وبداية الرسالة بشنو يا أخواننا؟ بفلق الصبح. قالت ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء المقصود هنا إنه يختلي بنفسه براو. وما هي الفائدة يا أخوان والحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأيام يحبب له أنه يكون براو؟ قال ابن حجر نقلا عن السلف، قالوا ليعتاد النبي صلى الله عليه وسلم على مفارقة المألوف من عادات قومه، لأنه بعد شوية حيجيه رسالة وفيها أوامر إنه تهجرم، إنه ما تعمل الأشياء اللي بيعملوها، ويحرم عليه أشياء من قومه من العادات بتاعتهم وطبايعهم. عشان كده عشان يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه شنو؟ الخلاء. وهنا فائدة يا إخواننا مهمة، إنه الإنسان في أول طريق الاستقامة، وإنت يا دوب بتبدأ تتلمس طريق الحق، وشان تقدر تثبت على الحق إنت بتحتاج شيء من البعد عن مألوفات الناس، ولو ما بعدت من مألوفات الناس ما بتستقيم. شوف أي زول داير يبقى عنده دين تمام، وفي نفس الوقت داير يحافظ على كل الجلسات حقته والقعدات، وحضور المسلسلات ما داير يخليها، يقعد يحضرها، الناس بتونسوا بيقعد معاهم، بتونس لحد ما يتفرقوا، يكون اخر زول بيقوم هو كويس، والقعدات جنب العواميد برا، والشباب تلقاهم يغازوا في البنات وهو بكون قاعد. بالطريقة دي انت ما بتستقيم، لابد من مفارقة المألوف وتقعد مع نفسك براك. ده ما معناه رهبانية يا اخواننا، زول يقعد في الجامعة وتاني ما يطلع، لا، الدين ما فيه رهبانية. انت كزول عندك دين بتعيش مع المجتمع، لكن بتفارق مألوفات الناس عشان تقدر انت تستقيم في نفسك. طيب، قالت فكان يخلو بغار حراء. غار حراء ده جبل فوق فوق في جبل قريب من الكعبة، الجبل بيسموه جبل النور، الغار ده فوق. وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان بيقعد في المحل ده فوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما بدا بيجلس في غار حراء فوق، اعمامه واهله ما انكروا عليه، لانه كان جده بيقعد في المحل ده براو. وقالوا الحكمه في اختيار غار حراء بالذات لان الغار مطل على الكعبه، يعني من الغار انت بتعاين وهو لعله في الجهه الشمالية الغربية، ومطل طوالي على شو؟ على الكعبة.
قالوا فيجمع بين الخلوة للتعبد وبين النظر إلى البيت، عشان ما يكون فارق البيت الحرام، عشان كده بيقعد في غار حراء. قالت فيتحنث و التحنث هو التعبد، أو في رواية فيتحنف بالفاء، يتحنف من الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم، يعني يتلمس آثار عبادة إبراهيم، أي ما تبقى من دين إبراهيم عليه السلام. لأنه الزول بيستغرب يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد كيف؟ كان بيقول شنو؟ الوقت ذاك ما نزلت له لسه رسالة، لا في صلاة لا في صيام لا في شيء، كيف يتعبد؟ يتفكر تفكر، ويعني بيعيب على قومه رغم انه لسه ما نزل عليه الوحي، لكن بيعيب عليهم عبادة الأوثان قبل النبوة. عشان كده قالت فيتحنف الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. أهله هنا المقصود بها خديجة زوجته، ما كان عنده زوجة غيرها، ويتزود لذلك، أو في رواية ويتزود لمثلها، عشان يجي يقعد له أيام ثاني بيرجع لزوجته خديجة فيتزود منها. وهنا يا أخواننا فائدة مهمة، إن المرأة الصالحة بتكون سند للإنسان وعون له، بتعينك على عبادة ربك، ما النوع بتكون بس دايراك أنت تكون قاعد بس موضوع معاك، أنت ماشي وين وبتداخر كويس وما دايرك تمرق منها، لكن لاحظ هنا ماشي يتعبد بتزوده، تديه الزاد. ولهذا قال أهل العلم كانت من حكم الله سبحانه وتعالى ومن تهيئته للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يتزوج خديجة وعمرها أكبر منه ب15 سنة، لأنه يعني زواج المرأة الكبيرة في السن بتكون عاقلة، الصغيرة دي بتكون دايرة حظها من الرجل أكثر من الكبيرة. شوف بتتعقل مسائل زي دي وبدعين. طيب قال ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق، فجأه أي أتاه فجأة، جاءه الحق، والحق المقصود به هنا الوحي، وربنا سموه حق لأن الوحي لا يأتي إلا بالحق، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قالت وهو في غار حراء فجاءه الملك، مقصود به منه جبريل، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني شنو ما أنا بقارئ؟ ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة، لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتابة. طيب يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو أمي صحيح؟ أمي معناه شنو؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. وانتبهوا يا أخواننا في فرق بين الأم والجاهل، نحن بنقول النبي صلى الله عليه وسلم أمي لكن ما بنقول جاهل، لا أبدا، هو أعلم الخلق لكن هو أمي أي لا يقرأ ولا يكتب. وما هي الحكمة؟ الحكمة شنو؟ ممتاز يا اخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيكتب وبيقرا
بيبقى القرآن اللي جاء ربنا نزل عليه ما حيكون فيه معجزة، ما حتكون فيه مفارقة. والقرآن يعني دي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، الأولى معجزة الأولى شنو؟ القرآن. وهذه المعجزة ما بتكون أوقع في النفوس إلا إنها تجي من إنسان لا يكتب ولا شنو ولا يقرأ. ولو كان بيكتب وبيقرأ ما حتبقى غريبة. عشان كده ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كان كده إذن لارتاب المبطلون. لو انت كنت بتكتب ها وبتقول الشعر اكان طوالي بيشوف انه ما في حاجه غريبه، يعني انت جد بشمل ما في شيء غريب، ما اصلا انت قاعد تكتب كده، ما اصلا انت شاعر. عشان كده ربنا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مع انه يعني كلمه شاعر دي عند العرب كانت مدح، بيمدحوا الفلان يقول لك وهو شاعر، وكانت القبائل بتتباهى بشعراء، ولما تجي القبائل تتقابل كل قبيله بتبعث الشاعر بتاعها عشان يقول الاشعار ويهجو القبيله الثانيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاعر ولا بيعرف الشعر ولا بيحفظه، حتى لما يكون داير يستشهد ببيت من الشعر بيقول لهم: من يذكرنا قول فلان، ولا يحفظ الشعر ولا يقول. طيب، فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. ما معنى غطني؟ أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، يعني لحد ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بغالي. فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو شنو؟ اقرأ. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. وده يا أخواننا فيه فائدة مهمة، وهي أهمية العلم، ونحن أمة العلم. ولهذا الناس المغشوشين ومخدوعين بثقافة الكفار يقول لك: يا أخي دين ناس علم، ها دين ناس علم. لا لا، نحن أهل العلم. أول كلمة نزلت على أمتنا كلمة شنو؟ اقرأ. اقرأ، وما بيضرنا يا إخواننا إلا الجهل. عشان كده دائما بتلقى الدين بيضعف في مكان الجهل. مما تلقى في جهل معناه الدين ضعيف. وكان السلف لا يحبون التعرب، التعرب يعني تشيل غنمك وتمرق الباديه بعيد، تبقى انت وغنمك، انت وبهائمك، كده بتبقى جاهل. لانه العلم بيكون في الحضر ما في الباديه. ولهذا قال السلف: ما بعث الله نبيا أعرابيا ولا امرأة. أعرابي يعني شنو؟ ما في نبي جاء من البادية هناك من الخلا بعيد من الحضر، لا. وما أرسلنا من قبلك إلا شنو؟ رجالا، رجالا نوحي إليهم من أهل شنو؟ القرى.
القريه دي في القران يا اخواننا بعكس مفهومه عندنا احنا. القريه في القران هي المكان الثابت بمعنى الحضر عندنا نحن، المدينة الثابتة. لكن الناس المتنقلين مع بهائم مع المطر متنقلين، ده بيسموه أهل البوادي. وما ممدوح للإنسان إنه يمشي البادية إلا في وقت الفتنة، لما تبقى خلاص المدن والقرى مالها بقت فتنة، وده ما وقتنا ده يا اخوانا لسه. الحمد لله الناس في عافيه والناس في خير والناس في استقرار، تقعد مكان العلم. طيب قال اقرا باسم ربك. باسم ربك يعني شنو؟ الباء دي للاستعانه. انت لما تقرا تستعين بربك، ولو ما استعنت بربك ما بتنجح في اي حاجه، ابشرك ما بتنجح. استعين بربك، اقرا باسم ربك. والله اي زول يستعين بالله ربنا بيرفعه وبعلي مكانك وبيديك مدد من عنده، ما مدد بتاع فكايا، مدد بتاع الله، وده المدد الحق. اي مدد بتاع فكي ده كلام فارغ ساي. مدد يا ابويا الشيخ ما عنده اي حاجه، المدد ده عند الله. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني شو ممدكم، ده المدد. وبالتالي انت عشان تتعلم استعين بالله، ربنا بعلمك. عشان كده هنا قال باسم ربك الذي خلق. اول الكلمات يا اخواننا اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم توحيد. باسم ربك الذي خلق. ما انت مش تعتقد في زول بخلق، طبعا دي بعيده، ما بقول الا زول مشاتر، ده مشاتر شتره شديده. اللي بيقول لك لا لا ابويا الشيخ بخلق، ده مشى بعيد خلاص، ده مشى محلاك ابعد من ناس ابو جهل ذاته، فات بغادي. لانه ناس ابو جهل ذاتهم كانوا مقتنعين انه الخلق ده ربنا، ده موضوع محسوم عندهم ولا بيتناقشوا فيه ذاته. طيب قال خلق الانسان من علق، والعلق معناه شو يا اخوانا؟ يا عمرو ممتاز شاطر. العلق جاي منه العلقة، وهو دم عبيط جامد بيتلصق في جدار الرحم. دي المرحلة الثانية من مراحل الخلق. إنا خلقناكم خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تمام. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بعض أهل العلم قال العلم بالقلم ده ما بينتهي، وهو أبلغ في التعليم. عشان كده لما الليلة تكون دار تذاكر أنت ودرت احفظ اي حاجه اكتبها عندك. لما تكتب بتحفظ، واي علم ما تكتبه ما بتلقاه ثاني. مرات تكون مستمتع في الدرس تحضر بمزاج كده، ما قدرت تكتب عشان تشغل نفسك، لكن بتستمتع الان بس انت حتيجي يوم من الايام تفتش المعلومه، والله انا تقول في الدرس الفلاني ذاك يا اخي هاي قالوها والله، لكن بالضبط قال شنو ما بتذكر، راح حد خلاص. عشان كده قالوا العلم صيد والكتابة قيده، فقيد
صيدك بالحبال الوثق. ربط، اكتب المعلومة، حتجي يوم من الأيام تكتشف إنه المعلومة دي ثمينة جدا. طيب، قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائف من الوحي، يرجف فؤاده، لأنه ده منظر يا أخواننا أنت بتقدر تتحمله، ولو ما ربنا ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتحمله. منظر جبريل له 600 جناح، الواحد منها يسد الأفق، جناح الواحد بيسد الأفق ما بين السماء والأرض. ده منظر عجيب جدا. طيب، فقال: زملوني، غطوني. فغطته خديجة، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، أي خاف على نفسه من المرض، أو خاف على نفسي من الموت كما قال ابن حجر. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شفتوا يا أخواننا، هنا ظهرت يعني الحكمة من زواج خديجة، امرأة عاقلة في وقت زي ده. لو كانت امرأة طائشة زي اللي عندنا الليلة، طوال تقول لك هاي السجمي وب علي، ومشيت وين ولاقاك وين، وتاني متى مش هناك، وتلخبط لك الموضوع كله. والله كانت تلخبط الموضوع كله. شوف، في وقت زي ده النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لزول يقف معه. قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا. قالت لي: انت الله ما بيخزيك. يا سلام يا أخي. ابن حجر قال: واستشهدت على قسمها، ما حلفت، قالت له: والله الله ما بيخزيك انت. هي ما عارفه ده شنو، لا عارفه ده جبريل، لا عارفه ده وحي، لا عارفه دي نبوه جاته، ما عارفه الكلام ده كله، لكن قالت لي: انت والله الله ما بيخزيك. قال: واستشهدت على قسمها بما علمت عنده من مكارم الأخلاق. وده السند بتاعك انت، دايما كان داير حياتك دي تعيش ما مخزول، خليك عندك سند من عمل الخير. اي زول اناني في الحياة دي بتخزل كلمك، ما تبقى اناني، زول داير يعيش لرقبته بس، بس لرقبته. بابك ما بتفتح وتشوف جارك ده ماله، وين وقع زول جنبك ما بتشتغل به، عايش لنفسك بس. اي انت بتعيش وبتستمتع لفتره، لكن يومك اتقع للبشر بيقيفوا معاك ولا الله بيقيف معاك. اعرف المعلومه دي. شوف استشهدت بشنو. قالت: انك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل ده الزول الوقع، عشان كده ربنا قال في سورة النحل: وهو كل على مولاه، كل على يعني ما بيعمل اي حاجه. زول لما يقع، قالت لي: انت بترفع السندو لما يجيب على حيل. ها، وتقري الضيف من القرى، والقرى قالوا هو حسن الوفادة، يعني طعام الطعام. كويس. قالت: وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم عندها معنيين. المعدوم قالوا بمعنى المعدم اللي ما عنده حاجة بتديه، وقيل المعدوم المفقود،
يعني الحاجة اللي عند الناس ما في انت بتجيبها وبتديها وتعين على نوائب الحق. النوائب معناها المصائب. العلامة ابن باز قال كلمة بسيطة جدا، قال صاحب الأعمال الحميدة العظيمة لا يخزى. صاحب الأعمال الحميدة العظيمة لا يخزى، ده ما بتخزن. عشان كده الدنيا دي مدعاه لله كثير، وقدم لآخرتك، والزول دائما اليد طويلة ويدك فوق ما تكون يدك تحت. السلف كانوا بيقولوا اليد العليا خير من اليد، لأن اليد العليا دي هاتا دي اللي بتدي، واليد السفلى هاتا دي اللي بتشيل. ما تعود رقبتك تكون يدك تحت حتى لو ما عندك، عود يدك تبقى فوق عشان ربنا يديك وتدي، ويوم الرزق يجي عندك انت بتمرقه الله بيجيب لك تاني، ولما يجي عندك وبقيف قبله تاني ما بجيب، ما توقفه مشيه والله بجيبه تاني. طيب قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ده ود عمه مش كده؟ خديجة اسمها منو؟ خديجة بنته خويلد ابن ابن أسد، وده منو؟ ورقة ابن نوفل ابن أسد، أولاد عم ود عمه. وكان قد تنصر، لأن ورقة ده كان عنده صاحبه زمان في الجاهلية وهو زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، ده والد سعيد بن زيد وعم عمر بن الخطاب، ووالد عاتك بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة عمر بن الخطاب، ده كان صاحبه زيد ابن عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل ابن أسد، كانوا في الجاهلية قبل الإسلام أنكروا على قومهم عبادة الأوثان وطلعوا بيبحثوا عن الدين الحق. أما زيد بن عمرو كان يقف عند الكعبة بيسند ظهره للكعبة يقولون يا معشر قريش إن الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأخرج لها الكلى، تذبحونها لغير الله؟ طيب تذبحون الأصنام والأوثان؟ أريت لو بنلقى زول زي ده يقولوا ليه جماعتنا جنب القبة بديل؟ يقولون جنس الكلام ده بس يا ناس، العتوت خلق والله، ها والشيخ ذاته خلق والله، طبحوا العتوت للشيخ ولا لا الله؟ العتوت ده اطبحوا لا الله في بيتك هناك واسأل المولى الله بيديك، الشيخ ما عنده حاجة، يطبحوا لهم العتان ويجيبوا الذهب يدعوا، والقروش يرموها في البيان بتاع الشيخ. زمان احنا كنا اطفال صغار بدري في حته اسمها ود الجزولي جنب سنجه، وحته اسمها الرماش عندهم بيان بتاع واحد اسمه ابو زينب بدري، الكلام ده تقريبا اول التسعينات كويس. أب زينب ده بيان بس ما في شيخ، قنايات أربعة و
خاتين فين جردل في واحد من القنايات دي كويس، وبيجوا الجماعة بيدعوا البلح والحلاوة والقروش في الجردل ده، ذول بيقدر يحبشوا ما في. نحن أطفال صغار والطفل ما بريء لا خايف ولا عنده شغلة بشي، تجي كل مرة تفتش في حاجة جديدة ولا ما في، تفتش في الجردل فوق حلاوة تشيله وتفوت، أمور واضحة ما في أي مشكلة. زينب ما بشيلها، نشيلها نحن. كان من الأول الدولة ده ما كان كويس، أقل حاجة يصلحوا بها العلاقات مع الولادات وكذا ويفرحوهم، بعدين يمشوا يخطوا قلب زينب هناك. زيد بن عمرو بن نفيل أكان منكر عليهم، قالوا خرج يفتش للدين، بقى بس نظامه زي ده حتى مات، وجاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترحم عليه، ما أدرك الإسلام. ورقة ابن نوفل برضه ما أدرك الإسلام لكنه تنصر، وكان في بقايا من دين إبراهيم وتنصر، كان يكتب الكتاب العبراني. العبراني اللي هو شنو؟ تنصر يعني أخذ دين النصرانية. كويس. قالت وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. طيب العبراني قلنا مقصود بشنو؟ اللغة العبرية، اللغة العبرية، ودي الآن موجودة في إسرائيل، اللغة العبرية. طيب كان بيكتب العربية والعبرية الاثنين. طبعا عند العرب يعني كان ده وضع شاذ جدا. لاحظ قالت فكان يكتب من الإنجيل، ما قالت كان يحفظ. ابن حجر قال لأن حفظ الإنجيل كان نادرا، والحفظ يعني خصت به هذه الأمة في القرآن. الآن ما في حفظ الإنجيل، أمشي أسأل النصارى دين أكبر قص يكون طاقته قنبورة طويل والصليب بتاعه متر، قول لي حافظ الإنجيل؟ ما في ذول حافظ. كم من المسلمين حافظ القرآن؟ ملايين حافظين القرآن، ولا نصراني واحد حافظ الإنجيل ما في. شكدة دي ميزة خصت بها هذه الأمة، هي حفظ الكتب وين؟ في الصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن ده قاعد في الصدور، المسلمين حافظينه. طيب قالت وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وده فيه أدب يا أخوان. الزور الكبير عمك، حتى لو في النسب ما عمك. عشان كده ابن حجر قال ربما أنها قالتها احتراما، اسمع من ابن أخيك. قال وهو في حساب النسب عمه، كيف؟ ورق اللي هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. عبد العزة ده أخو عبد مناف، أخو عبد مناف، عبد مناف ده جد النبي صلى الله عليه وسلم. لما تجي راجع بالنسب بتلقى ورقة ابن نوفل في الحساب في المقام بتاع والد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمه. فوق جدود أخوان، عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار، ما بتتذكروا قلنا الثلاثة دي أخوان؟ عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار، الثلاثة ديل أخوان أبوهم قصي ابن كلاب. فهو في الحساب عمه. وقالت له برضو نوع من أنواع الاحترام. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى،
فقال له ورقة هذا الناموس. الناموس معناه صاحب السر، عندهم يعرف بصاحب السر، وبعضهم قال الناموس صاحب سر الخير، والجاموس صاحب سر الشر، ولكن الراجح انه الناموس ده صاحب السر، مقصود به جبريل الذي نزل على موسى. طيب ليه قال الذي نزل على موسى مع انه ورقه شنو؟ نصراني، ورقه نصراني، ليه قال الذي نزل على موسى ما قال الذي نزل على عيسى؟ قالوا لأن كتاب موسى التوراة فيه الأحكام، أما الإنجيل فليس فيه أحكام، ما فيه أحكام بتاعت الحلال والحرام ما فيه، الإنجيل كتاب مواعظ، مع أنه الموجود ده محرف لكن أصلا ما فيه أحكام. شكده قال الذي نزل على موسى. وبالتالي يا أخواننا لاحظوا هنا في مسألة مهمة جدا، الدعاوى بتاعت الناس الليل بيقول لك نحن يعني ما دايرين تحكيم الشريعة، ها ما دايرين الشريعة، زي ما أوروبا قامت على الكنيسة وعطلت الكنيسة نحن دايرين برضو نقوم على الدين ونوقف، نقول لهم في فريق ديلك ما حكموا كتاب لأنه كتاب ما فيه أحكام أصلا. لو جيت سألتهم قلت لهم كيف توزعوا المواريث بتاعتكم؟ ادوني من كتابكم الإنجيل، كيف توزعوا المواريث؟ ما عندهم. ها؟ حكم الحرابة ما عندهم، حكم السرقة ما عندهم. طيب شوف الحقارة دي على كم؟ نحن كتابنا فيه احكام، قلنا لا لا زي ما ذلك عطلوا انتوا عطلوا، لا احنا ما بنعطلوا، احنا كتابنا فيه احكام. يلا ده كويس يعني على وجه العموم، لكن من ناحيه التفصيل ما عندهم احكام في الكتاب، ده على وجه العموم، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، لكن على وجه التفصيل ما عندهم فيه شنو؟ أحكام. طيب قال يا ليتني فيها جذعا، والجذع هو صغير البهائم، يسموه عندنا الجضع مش بضباط، يقول لك جضع ده الصغير يعني، وهنا كناية قال عن الشباب، لأنه الدين بيحتاج إلى سواعد الشباب، الزول لما يتقدم في السن الناس بيحتاج إلى حكمته وإلى عقله وتوجيهه وإرشاده، لكن السواعد اللي بتبني واللي بتدافع دياته سواعد الشباب، عشان كده قال يا ليتني فيها جذعا، يا ريت لما أنت تجيك ال تؤمر بالتبليغ أنا أكون جذع شاب. قال ابن حجر وفيه تمني المستحيل، وتوجر على نيتك دي، أنت مرات يا أخي أنت بتكون ما بتقدر تعمل، تشوف لك زول صاحب خير، ها بنى لي جامع سمح وعجبك، اتمنى سايبه قلبك الامنيه دي بقروش، يا الله يكون عندي قروش ابني جامع زي الزول، بتلقى لك اجر بالمناسبه بقلبك سايب ولا دفعت حاجه. في ناس والله بيقلبهم ده ما بيتمنى، والله في ناس مسخوطين سخطه بقلبه ده ما بيتمنى الخير، بتلقى لك اجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الاجر سواء، زول بنى لي جامع وانت راقد في بيتكم على قفاك تلقى أجر زيه. قال يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ها قال أو مخرجيهم،
ليه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب؟ أو مخرجيهم؟ قالوا استغرب لأنه بنى على حسن أخلاقه وتعامله مع الناس، ويعرف يعني عند النازل هو شنو؟ الأمين وكريم وبيصل الرحم وما مقصر معهم. مع هذا كله ورقة قال له شنو؟ قال له بمرقوق. ما عدا بمرقوق قال له بطردوك. السبب اللي بطردوه هو شنو؟ ايوه ده محل النزاع. اول ما يجيهم قال ابن حجر ذكر ورقة هذا الكلام بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرهم بمفارقة ما ألفوه من دين ابائهم. والمجتمعات دي يومك اللي انت تأمرهم بحاجة مألوفة لهم انه يخلوها بشكلوه. بعدين يا اخواننا العداوة بتاعت التوحيد دي دي ما بيشفع لك اي حاجة تانية. كريم ما بتشفع لك عند الناس، لأنه ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشيء ده حار عليهم، ما بيقبلوا لك تاني. كله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل شنو؟ قبل هذا. قبال ما تقول لنا كلامك ده والله انت كنت عندنا احسن زول. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. اص مما تجل الناس في عقيدتهم بيحصل الخلاف. وتاني سيرتك ما بتشفع عليك. كويس؟ قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. عشان كده يا أخواننا دي سيرة الدعاة. أي داعية شيل الصبر وتحمل، وما تظن إنه طريق الدعوة مفروش بالورود وانت مرحب بك، لا ابدا. قال لك ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا. دعوة الانبياء دعوة التوحيد دي فيها العداء ومشاكل شديدة يا اخي. والله نحن زمان حضرنا، خليك من زمن قريش وكفار قريش، لا في المسلمين هنا قاعدين، احنا في البلد دي مسلمين، الحلة كلها مسلمين بالجنسية. والله يا اخوانا عملوا فينا عمايل. انا بتذكر بدري وانا صغير عمري زي 9 سنوات 10 كده، والوالد كان يعني في اهله مشكور جدا، وكان الزول المتعلم فيهم كده مقدم عندهم. بعدين قلب، كان ماسك طريقه قادريه، قلب جاهم قال لهم يا اخوانا والله الشغله دي ما بتنجح، ونحن ندعو الله براه ونخلي شيخنا. العداوة وصلت، نحن ما بنقدر نفتح باب البيت. أول ما فتحت الباب طلعت برا، طوالب لاقوك الجماعة، قول يا تحسونا قول. كنت صغير والله، حكاية عجيبة. خلاص عقدوا مؤتمر في بيت واحد جدا، الحساب جدا والله، مؤتمر في بيته. قالوا فلان ده تاني لازول يتزوج منه، ولا زول يقعد ياكل في بيته، ولا تزوره. نهايه قربنا نلحق شعب بني ابي طالب، والله قربنا نلحق الشعب يا ناس بشنو، ونحن في نص المسلمين. لا انتوا بتكرهوا الاولياء يا اخواننا، بنكرههم في شنو؟ سوينا لهم شنو احنا؟ تكره الأولياء والصالحين، نحن ما بنكره الصالحين.
عشان انت تثبت انك ما بتكره الصالحين لابد ترفع يدك وتنده ولا تمشي معهم الزياره. يقول لك ماشيين ضبان الزياره تمشي عشان تثبت له انك ما بتكره الاولياء. الشغلانه دي كانت عجيبه خالص والله الشغله عجيبه، لكن الحمد لله الناس اتعلمت والجهل زال من ناس كتار جدا والامور مشت تمام الحمد لله. الوالد طردوه من الجامع، كان بيتكلم في الجامع وكده طردوه، ولا ثاني ولا صلى ذاته، صلى ما فيه، مش ما يتكلم لا ما يصلي ذاته، تمشي نصلي في البيت وجبنا ميكروفون ركبناه فوق نتكلم في البيت بالميكروفون، نقفل الباب كويس ونتكلم يا ناس اتقوا الله كده. والله زي ما اقول لك الميكروفون ده اكثر من 5 سنوات معلق فوق. ها الدرس الصباح ايام البرد دي الوالد بيكون راقد ومتغطي بس بيطلع راسه كده، درس الصباح يديهم الدرس ويقفل المايك ويدور البطانيه.